حضراتكم مشاهدينا الكرام، أينما كنتم وأهلا وسهلا بكم في مستهل الحلقة الجديدة من برنامج عادات رمضانية. موضوع الحلقة يتحدث عن التكافل الاجتماعي. معي في هذه الحلقة أم كلثوم بنت العابد، ناشطة في المجتمع المدني. أهلا وسهلا بك في برنامج عادات رمضانية. أهلا وسهلا بكم، مرحبا وسهلا. في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على النبي الكريم. إن شاء الله ينعاد علينا وعليكم الشهر سنوات عديدة مجيدة بالصحة والعافية، وعلى الأمة العربية والإسلامية إن شاء الله بالخير والبركة. وأهلا وسهلا بكم. بالنسبة للعادات والتقاليد في هذا الشهر الكريم ومنها يتعلق بجانب التكافل الاجتماعي، الحقيقة احنا مجتمع معروف انه مجتمع شنقيطي بدوي طيب، نشأ على التكافل الاجتماعي فيه من بداية تأسيس الدولة فيه، قبل قاع تأسيس الدولة تقريبا. يجي الشهر الكريم يعود عنده طابع ثاني خاص، كي تقريبا الشهر كان يجي بداية السنة، وكان مرة يجي في موسم السنة، لا الموسم اللي يجي فيه إلى عادة الناس على مستوى الحريثة، معروف على أنك الناس اللي حارثة على أنها لاهي تزكي، وعلى أنها لا يتوخى، وعلى الناس الأخرى اللي ما يهمها اللي حريثة، وهذا فيه نوع من التكافل الاجتماعي. زاد الصقاع بطبيعة ثانية، يعني انفتحنا على المدنية بطبيعة ثانية عصرية، حيث على أنها عادوا فيه منظمات المجتمع المدني، وعادوا فيه فاعلين الخير الحمد لله المنتشرين في البلد، من كل بلاد، وعاد كل حد من موقعه، خاصة في وساط الشباب والنساء، عادوا من جبر المنظمات اللي يقودوا النساء، منظمات خيرية، منظمات شبابية. قبل الشهر الكريم يبدأوا يوزعوا بعض السلات الغذائية، وطيلة الشهر الكريم يوزعوا إفطار، يعدلوا موائد الرحمن في طيلة الشهر الكريم، ويزوروا المساجد، والناس كاملة اللي تعتكف في المساجد يعرفوا ليش شيء. وهذه في الحقيقة عادة نتيجة لأن هذا المجتمع المجذر فيه ذا اللي ينقالوا التكافل الاجتماعي. عادة كل في الحمد لله كل فترة زمنية وكل انفتاح نشوفوا فيه التكافل الاجتماعي بوجه آخر، وهذا شيء حامد مولانا وشاكرين عليه، وعلى انه ما شاء الله عاد ذوك وهو طافي طابع ذوك وطيب على مستوى البلد، وفهم تعاون وتعاضد فيما بين فئات المجتمع كامل، وهذا الشيء في الحقيقة راجل ان شاء الله على انه يتم مستمر في المجتمع، وانه يتم دائما يقبض اوجه جديدة وطبعا لين يعود الشعب كامل فيما بينه، ما فهم حد يحس بعلا فهم قبن، والله فهم ان فم حد قد يعود زايد عليه، والله من قاع يعود فينا جائع، والله فينا حد فاصل ما نراجينها من عند مولانا. وفم هم اللي الحمد لله بعض الانشطة اللي تعد العادة على مستوى اسري، وتجبر يفهم لا على المستوى مثلا الضيق اللي هو مستوى الاسري، تجبر يفهم نوع من التكافل الاجتماعي، وعلى مستوى المحيط، وعلى مستوى الدولة كاملة ككل، وعلى مستوى الفرقان والبوادي، والتكافل الاجتماعي في المجتمع الموريتاني في الحقيقة ما هو من الاشياء قاع اللي لا ظل حد قاعد يشد عنها الاخبار نهار كامل قد يوفيه، اللي ما خارج بيت موريتاني قد حد يقول انه لا هي دخلوا في وقت اسوى هو شنو ما تعشى فيه وتغدى وشرب تاي، وهذا اشياء تربينا عليه مثلا اشياء، وسبب تعود من الجذرة فينا بها اللي مقبوله اصلا من الاسلام، لان اللي الحمد لله مجتمع الاسلام فيه فطره، وهذا الشيء حامدين مولانا وشاكرين عليه. معناه ذا اللي قالوا التكافل الاجتماعي احنا بالنسبه لنا مساله موروث اسلامي وموروث حضاري وموروث ثقافي، وتعاطاها كل جيل ورا جيل بوجوه اخرى ما كانت هي اللي كان عليها. وراجين ان شاء الله من عند مولانا نتم، خاصه في هذا الشهر الكريم، قاع هذا الشهر الكريم عنده طابع خاص على ان فيه تسابق لفعل الخيرات، وفيه تسابق على ان كل حد من موقعه، حتى اللي ذاك اللي مستوى الدخل عنده بسيط واللي ما عنده قاع دخل يختار تشوفي يقدم شيء في ذا الشهر، به اللي شهر عنده طابع يتميز به عن الاشهر الاخرى، واقتداء بالنبي عليه الصلاه والسلام انه كان ينفق فيه، كان ينفق واكثر ما ينفق فيه في الشهر الكريم. معناه ان احنا ان شاء الله مقتدين بسنه النبي عليه الصلاه والسلام، وبذاك الموروث الثقافي الاجتماعي اللي تربينا عليه في مجتمعنا، وراجين ان شاء الله على انه الله هو اللي تم سايد بالاوجه كامله الحسنه اللي ما تخلي ذا الشعب يعود فيه ثقرات ولا في حد محتاج لشيء ما جبره. كيف كانت عادات الموريتانيين في التكافل الاجتماعي؟ شفتي كي قلت لك في بدايه كلامي عاداتهم كانت عادات تعدل بشكل تلقائي، فهمتي؟ كانت
المجتمع والمحيط اللي انت فيه كانت فم عادات لابد مثلا ما هو شيء كي تعدل له برمجه ولا هذا النوع هذا كان شيء يعدل بصفه تلقائيه وتوف المهم اعلن كي تقريبا هذا كلين يعود فريقيا وخذ متبجي شور بليده الناس اللي عندها يسر وعندها الحيوان اللي تشوفي مات لين يجي لها فقر الخيام ذاك الفريق تجبري عندها اللبن وتجبري عندها رايب وتجبري عندها حليب ولانك لا تفطني كان ذي الخيمه مالك حيوان والله ما هي مالكته هو الفريق كامل يقعد فيها لا رقاش واحد والله اثنين مالكين الحيوان يا غير ماله وخلى يبان بلي تركيبه فم نتيجه العلن فم تكافل اجتماعي متين هذا ما زلنا قاع على مستوى البواجي والفرقان فهمتي ومازال حالا سايد وموجود وترى الناس المتيسره اللي تلحق المستوى التكافل الاجتماعي اللي تعود تمنح يعني بقرات والله زوايل ذوك الخيام اللي ما عندهم الحيوان يعودوا يحلبوهم طيلة الفترة الزمنية اللي هي فترة الخريف ونفس الشيء في القاطنة الناس اللي عندها ما شاء الله زرايب الواحات وذا الشيء ما تبان تركيبة القاطنة بالنسبة للناس الآخر بهذه القاطنة اللي تخلق الناس فر لا تحضر فيه ولكن لا تعرف قاعد عنده النخال ما عنده النخال بها اللي الناس فر حاضرة في القاطنة والناس فر لا تحضر من ذاك المنتوج اللي يخلق وهذه عادات قلت لك انها موروثه اصلا عندنا احنا وتوارثه الاجيال ورا وحتى قلت لك لين انفتحنا على ذاك العصر ما زالت الحمد لله الى موت قلت عود اختلفت اوجهها غير بعد ما زال فهم من هذاك اللي هو اللي راجين ان شاء الله انه ما يتغير انه تم لا موروثنا اللي تربينا عليه ولا يحرك عن عاداتنا تفهم روايه كامله شامله على اللي قالوا التكافل الاجتماعي وطبيعه المجتمع الموريتاني لان اصغر حد فيه تجبري عنده احساس بانه يقدم خدمه للاخر وعنده احساس بانه ما يعود فم حد فاصل في شيء وهذا شيء طبيعي حتى قلت لك الطفل الصغير وعاد ترك الحمد لله قابله طابع اكثر شموليه واكثر توسع اللي عاد تفهم هيئات المجتمع المدني اللي تقوم به في ذا الشهر الكريم وفي الاوقات الاخرى اللي ما هو الشهر الكريم اعمال خيريه ياسر واعمال في الحقيقه وتعد المولي من نابعه من الصدق اللي محول فيه وتعي احيانا تشوف اشخاص يقوموا بروايات ما عندهم لها اصلا رصيد مالي ولا عندهم لها دعم من جهه يقال لا من جيوب الناس الكريمه الخيره اللي تختار تعود عندها بصمه في العمل الخيري والتكافل الاجتماعي وتعود مساعده بانه تم مساله مستمره ما يبان فيها بالتركيب. هل هناك نماذج محدده؟ بالطبع المجتمع ما شاء الله فيه عدة نماذج اللي قالوا التكافل الاجتماعي ما شاء الله تجبري شي من الناس قاطع عهد على راسه انه متكلف بحي كامل والله محي بقرية يبني فيها المساجد ويعدل لهذا ويوخذ لهذيك المؤونة اللي طيلة الشهر الكريم والله تجبري واحد من اللي ثاني متكفل ببعض الأسر وهذه نماذج ما شاء الله معاش ونشوفوها يوميا وفي المجتمع المذالها قررك حالا عادت في الطابع المدني وعادت بدل مكان الفرقان وذا الشيء عاد فهم حواضر تعرف انهم تجبر تبارك الله حاضرة فيها لا رقاج واحد والله ذني معدل وجه من التكافل الاجتماعي ما هو طبيعي به الزين حتى انه يبني فيها ياسر من البنايات ويعدل فيها ياسر من وما بالك بيقع الاشياء الاخرى تلعب وهذا الشهر الكريم يعدلوا فيه موائد الرحمن على مستوى وما شاء الله وشوف تكافل اجتماعي برك عادت عنده تبارك الله اكثر من وجه تعدل فيه وهذا كامل اللي من اللي اكد على ان هذا المجتمع عنده نواة صالحة اصلا متأسس عليه وعلى انه مجتمع مبني على التكافل الاجتماعي من زمن بعيد وهذه هي طبيعتنا احنا كشناقيطة وكموريتانيين وكمرابطين وراجين ان شاء الله على ان التملا هي طبيعتنا وتملاك الفترة ورا زمن يزاد فيها المجتمع اللي المجتمع اللي فيه تكافل اجتماعي يقد حد يقول على انه مجتمع يقد يساير ياسر من الصعوبات وقد يتحدى ياسر من المشاكل والمجتمع اللي تعود التكافل الاجتماعي فيه يتقلص لكن يخلع عليه واحنا الحمد لله التكافل الاجتماعي فينا ينزاد ما يتقلص. كيف تطور نظام هذا التكافل من مرحلة البداوة إلى مرحلة الحضر؟ بالنسبة للبداوة كان كي قلت لك يطبعوا قد نقول انه شوي من السرية حتى في البداوة اللي ياكل كان يعدل ما قليل حد يعرف ذاك مصدره منهم يعدلوا بينما هون على مستوى المدينة قد يعود اكثر شوية انفتاح به اللي فهم جانب منه
كي قلت لك في بداية كلامي عدلوا بعض المؤسسات وعدلوا بعض هيئات المجتمع المدني، وفيه شيء منه يعدلوا ذوك الأشخاص اللي أصلا يعدلوا ذيك مسائل التكافل الاجتماعي والتكفل بياسر من المسائل، ويختاروا يبقى يطير الكتمان ولا يحس حد به. ولكن الفترة ورا زمنية نشوفوا، زمنية ورا أخرى نشوفوا أوجه أخرى من التكافل الاجتماعي، يا قاعد تصب كاملة في مصب واحد والنتيجة واحدة، وإحنا ده هو اللي مهم عندنا قاع. مهم ان التكافل الاجتماعي يتم كل مع كل فترة زمنية يتم مواكبها، ما يتناقص، يتم يزايد. وبالفعل عاد يقبل طوابع أخرى وأوجه أخرى على الوسط الحضاري ما يكيدك اللي كانت على مستوى البدو فرقان داكشي. هل أثرت المدينة على النمط القديم من التكافل الاجتماعي؟ بالعكس، انا بالنسبه لي كي قلت لك بدايه كلامي اعلن اللي قال له التكافل الاجتماعي عاد اكثر الحمد لله انفتاح على الاخر، وعادت الناس اكثر تكافل فيما بينها في الوسط الحضري نتيجه الاعلان. عاد ياسر من الناس مشاركه في اللي قال له التكافل الاجتماعي، كي هيئات المجتمع المدني والاشخاص المتيسرين والمؤسسات والناس كامله عاد كلها يبقى يعود عنده دور في اللي قال له التكافل الاجتماعي. وعاد تولي المشاكل تنعرف بلي هو التكافل الاجتماعي، نعرف لا من خلال على ان هذا الشخص يعود ما هو متيسر ماديا، والله يعود عنده مشاكل صحيه، والله تعود عنده مشاكل سكن، والله شيء يجي من هون دور التكافل الاجتماعي ما يخلي على انه ذاك النقص يظهر، وعلى انه يحاول من الناس الخيره كامله على انها تقطي على ذاك النقص اللي عند ذاك الجار، والله ذوك الجيران الثلاثه، والله الاربعه، والله الخمسه، والله ذاك الفريق كامل، والله ذيك الحاضره كامل. حتى نفس الشيء هون مناطق على مستوى المدينة معروف على انهم يتميزوا شوي من الهشاشة، ما شاء الله ناس كاملة مقبلة عليهم وتقدم بهم الأعمال، ودور عدل فيهم نوع من التكافل الاجتماعي، وتجبر الناس تبني لهم مساكن وناس تتكفل مرضاهم. وهذا بالنسبة لي أنا يعتبر على هذا من عاداتنا، لا عادتنا احنا قاع أصلا كمجتمع كنا نعدلوا في يا قاير قلت لك في المدينة أنا عاد أكثر انفتاح عندي وأكثر اللي يوصل له قاع التكافل الاجتماعي، هذا اكثر اللي يوصل له من الناس من اللي كان متصلي في البواجي، كان الناس قاع متعفى حتى في البواجي، وياسر منها ما يبغى ينحس انه خاص وشي، ولا يبغى هون على مستوى المدن فهم التعفف المتين، يا قارن مولي فهم الناس اللي ما هي قابله على يبقى حد، ما هي قابله على يبقى حد ما وكفل بي، ولا قابله على يبقى حد ما نعرف له شيء، ولا هو قابله على يبقى حد ناقص شيء، وخاصه في الشهر الكريم. يوصل المناطق فيهم الأسر اللي متعففة وفيهم الكثافة السكانية الكبيرة هون على مستوى المدينة، ويقدم لهم ذا كامل اللي قد يقدم الخدمات. وهذا تكافل اجتماعي احنا حامدين مولانا وشاكرين عليه، وموجود في بلدنا وموروث فيه من آلاف السنين، ما هو طاري من يامس ولا الأمس القريب ولا المستقبل القريب لو شي، الحمد لله. وأنا حامدين مولانا عليه وراجين على أنه يتم الله، وهو اللي كل سنة ورا سنة ينزاد بطوابع أخرى أحسن بين اللي مجتمع جابر وكريمين ومتعدلين، وتراي الأسرة قد بساطة خاطرها ما لاحقوا شيء، ولا هو لاقي وضاح لو كان فم نقص، والله شو اسمه وشنو هو جارها لا تعود متعاطية معه. وهذا الشيء الحمد لله احنا حامدين مولانا وشاكرين عليه، واردين شيء موروث من ذا المجتمع الشنقيطي المرابطي اللي عاش في هذه المنطقة الصحراوية، هذه عادات وتقاليد من زمن بعيد، ودور ان شاء الله وتم بحالتها حتى اللي عاد فم اوجه حضاريه ولا عاد فم المدينه بتحديات ومشاكل، دور تم لا قائم ان شاء الله، ويتم كل فتره ورا فتره يؤخذ بوجه احسن من الوجه اللي كان فيه، بيلي هذا شيء موروث وشيء موجود في دم كل حد منا يجري فيه، وراجل ان شاء الله لانه ما يتغير، بالعكس يتم يعود ثقافه تتجدد عندنا، هذا هو اللي راجل عند مولانا ان شاء الله. ام كلثوم انت العابد، شكرا كنت ضيفتنا في هذه الحلقة. شكرا جزيلا لك، ونتمنى لك رمضان كريم وصوم مقبول وإفطارا شهيا، وكل عام وأنت بألف خير. شكرا جزاك الله خيرا، أنا مولي بدوري شاكر الطاقم الطيب اللي حضر معايا هذه الحلقة، وشاكر من خلال القناة الثانية على هذه المساحة اللي عاطية للقضايا اللي تتعلق بالمجتمع، وهذا شيء مهم به اللي تلامس المجتمع ويحس به، ومتابعة مولي البرنامج الحمد لله أنا من متابعينه، وأتمنى لكم النجاح إن شاء الله والتوفيق في حياتكم، ورمضان كريم وصوم مقبول إن شاء الله.
في ختام هذه الحلقة مشاهدينا الكرام من برنامج عادات رمضانية، نشكر باسمي وباسمكم ضيفتي مكرذومة العابر، والشكر أيضا موصولكم مشاهدينا الكرام، والشكر للطاقم الفني الذي أشرف معي على إعداد هذه الحلقة. إلى أن نلتقي في حلقة قادمة من هذا البرنامج، لكم مني أطيب المنى، في أمان الله وحفظه، إلى اللقاء.